انا عنده طبعا الفكره لموسيماني في المباراه ان هو اوريدي نازل الجيم ده مش عايز يستحوذ بالظبط، واضح جدا جدا من طريقه اللعب ومن التشكيل ومختار اللاعبين نلعب بطريقه اقرب الى 4-1-4-1. انا مش عايز استحواذ، انا نازل اقول لك اتفضل الكره معاك اهي، انا جاي من مصر كسبان 2-0 وجاي اضيع وقت، خد انت بقى اعمل شوف انت عايز تعمل ايه. دي الفكره ببساطه من البدايه. ايه الدليل على كلامي؟ النادي الاهلي محمد شريف ومجدي قفشه اللي هم الاثنين اول اثنين المفروض يضغطوا واقفين في نص الملعب. طيب سان داونز طلع بالكره من عند الحارس، حد هيروح لهم؟ لا يا باشا انا مش رايح لك، اعمل اللي انت عايزه، كرة معاك اهي، اتصرف زي ما انت عايز. لكن وانس لعيبه سان داونز عدوا نص الملعب تبدا لعيبه النادي الاهلي في الضغط. امبارح كان رامي ربيعه كمان امبارح شفناه، سيبك من رامي، امبارح اكتر واحد سمعنا صوته كان مين؟ الكابتن سامي قمصان. الاستاد فاضي، ايوه مفيش اي حاسوب غيره. اضغط 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 اضغط، الخطه واضحه. فالخطه طبعا ذكيه جدا، واللي هي اعتقد هي انجح حاجه. يعني ماتش زي ده فعلا ما يبقاش فيه حاجه طريقه تضمنيها غير طريقه اللعب دي. ليه؟ لان برضو سان داونز شفنا امبارح الفرقه فعلا ميزتها مجموعه لعيبه حريفه. يعني بنتكلم ناشامينتو مثلا، ده راجل مساك حريف، لعيب برازيلي حريف مساك، لكن حريف، لعيب بيلعب كره على الارض حلوه. فبالتالي الفرقه زي دي لما تهاجم بثمان لعيبه، في وجهه نظري من المخاطره جدا جدا انك تفتحي طبعا اللعب معاها. بالظبط، هم بقى تاني هم كمان عندهم سرعه ويستغلوا المساحات تكسب من الثانيه، وامبارح ما كانش عندهم مساحه كافيه قوي للاختراق من نص الملعب. بالظبط، يعني كان الدنيا متقفله كما ينبغي. بص يا كريم، انت سالت سؤال اعتقد سؤال مهم وسؤال فيه حقوق وعدل لازم نقولها عشان الناس اللي برضو في ناس اكيد كل واحد له وجهه نظر، في ناس بتشيد في ناس بتنتقد. طيب احنا دلوقتي لو حبينا مثلا نحاسب بيتسو موسيماني في معادله بسيطه، ماتش الذهاب احنا كسبنا 2-0 بس كان عندنا بعض المشاكل في عمق الملعب، وده خلى سان داونز كان عنده فعلا هجمات خطيره في ماتش الذهاب، كلنا اعترفنا ان هم لعبوا بصراحه ماتش حلو قوي هنا في مصر. طيب الراجل النهارده عمل الواجب بتاعه وذاكر ماتش الذهاب كويس وعرف نقاط القوه عند سان داونز، اول قرار خده في ماتش الاياب قال لك انا هحط رامي ربيعه قدام الاثنين مساكين. طيب هو عمل القرار ده ليه او خد الاختيار ده ليه؟ خد الاختيار ده عشان سيرينو اهم لاعب شفناه امبارح في سان داونز هو كل تحركاته في العمق. رامي ربيعه امبارح اللي يشوفه او يتابع لعبه الكوره مع سيرينو او مش مع سيرينو هو وراه، الله اكبر عليك، هو لازق فيه، هو لازق فيه، هو عايز يقفل قلب الملعب، خلينا هو عايز يمنعه انه يستلم الكوره باريحيه. لان سيرينو لما في ماتش مصر استلم الكره باريحيه، اللي احنا كنا بنلعب باثنين بس في خط الوسط او اثنين عندهم تارجت هجوم، اللي انت لسه بتبني الماتشين، انت عايز تحط الرصيد لنفسك. لما اطمننا وحطينا الرصيد خلاص تعالى يا رامي انت شغلانتك في الملعب، سيرينو رقم 10 اي حته يروح فيها انت وراه، ما تخلوش يستلم براحته. ده فادنا في ايه؟ فادنا لو احنا ببساطه قلنا جبنا شخصين شافوا ماتش الذهاب وشافوا ماتش امبارح وسالناهم هل سان داونز نجح انه يعمل كم المحاولات والهجمات على مرمى الاهلي زي ماتش الذهاب؟ ايا إن كان انت موافق على بتحب اداء الاهلي او بتحبش اداء الاهلي هتقول لي لا بصراحه طبعا. العدد هنا ازيد من اللي انا شفته امبارح وبكتير وبكتير طبعا. يبقى هنا دي نجاح لبيتسو موسيماني، سواء انت شايف اداء الاهلي ممتع او مش ممتع. بنتكلم في حاجه رقميه وحاجه بتقول لنا ازاي نقيم المدرب ده. كويس جدا. انا عايزه اروح تاني لرامي ربيع لان انا وكريم اتكلمنا في النقطه دي في الانترو. نعم. وانا بشوف ولو انت تتفق يعني في النقطه دي، رامي عاد بشكل قوي جدا. رامي للاسف هو اصلا يعني كان بيلعب بمنتهى الاحترافيه، بعدين جات له اصابات متتاليه. نعم. وبعدين العوده كانت اعتقد يعني فيها اثبات للذات رائع جدا. امبارح الاعتماد عليه كمان زي ما انت قلت ورا سيرينو وهو ماشي في في الملعب، دوره كهاف ديفندر، دوره كبلاي ميكر، كل ده قدمه اعتقد بشكل اكثر من رائع. خليني برضو اقف معاك لده. شوفي انا في وجهه نظري رامي ربيعه اللي بيعمله ده يعني انسانيا نفسه اقرب الى الاعجاز. ليه بقى؟ رامي ربيعه خاض
افضل فترات حياته في وجهه نظري لغايه فتره مارتن يول مدير فني هولندي لما كان ماسك الاهلي في 2015. الفتره دي بتتكلم على رامي ربيعه اللاعب مساك الاساسي في النادي الاهلي ومساك الاساسي في منتخب مصر وفتره ازدهاره، وكلنا عارفين لاعب كره القدم فتره الازدهار بتاعته لما بتيجي لازم يستغلها، وانس انها راحت صعب انها ترجع تاني، مش سهل. نادرا ما تقولي مثلا في لعيب كان مزدهر في 4-5 سنين وجي حصل له دروب وبعد كده قعد 3 أو 4 سنين بعد كده رجع ازدهر تاني، ده امر يعني اصلا قريب ضد طبيعه الحياه وضد المنطق. وبنتكلم كرياضه، رامي فضل فتره بيعاني فعلا من اصابات كتير، يعني كان يعني بيخف يقعد يلعب ماتش او ماتشين ولقد وللاسف كان يتصاب تاني فيرجع للكونترين تاني يقعد فتره بره الملعب يجي تاني يلعب وبعد كده يتصاب ويطلع بره. المره دي بقى انا فعلا بشيد بيه لانه من ساعه ما رجع خصوصا من اول مباراه للنادي الاهلي لعب الزمالك مرتين في رمضان من الماتش الاول، الماتش الاول ده فعلا كان اول اختبار لرامي، ده بتلعب قدام فريق طبعا عنده امكانيات كبيره جدا، ماتش قمه في ضغط عصبي، كل الامور يعني اللي فعلا تبرز اللاعب. رامي قدم مباراه في وجهه نظري اكثر من رائعه. كملنا بعديها الدوري ورامي بقى اساسي في ظل غياب بدر بنون، وجينا ماتش الزمالك الثاني وبرده رامي قدم مباراه ممتازه. امبارح بقى الاختبار كان مختلف. اختبار مختلف في ايه؟ اختبار مختلف ان غيرت مركزك، وغيرت مركزك في مركز مش يحتاج منك بس انك تدافع، لا، ان في بعض الاوقات الكره هتجيلك مش هينفع تطفشها، صحيح. لازم تلعب الكوره على الارض انك لعيب خط الوسط. فانا بصراحه بشوف ان رامي يعني اول حاجه طبعا ربنا 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 يحميه من الاصابات الفتره الجايه ان شاء الله، وباذن واحد احد احنا بنتكلم على لاعب فعلا رامي رجع للمستوى الرائع اللي كنا بنشوفه منه في 2015.